مشاهدين سيدات المشاهدات، نقدم لكم اليوم الحلقة الأخيرة من برنامجكم المفضل خمسة غباء. ومعانا أول المشتركين النهاردة هريدي وعروسته هنادي. ازيك يا هريدي؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله كويس. ايوه التلفزيون بيسوي. ايوه ماشي. سقفه يا جدعان، سقفه يا جدعان. وتاني المشتركين معانا النهارده هيجيهم جعيد ومرته. مرحب بالسادة الجمهور. سقفة يا جدعان، اسمع سقفة يا جدعان. طبعا كلنا عارفين ان اللي هيفوز في المسابقة النهاردة هيكسب 15 جنيه. ازيك يا جعيد؟ عامل ايه؟ تمام. عامل ايه؟ تمام. اللي جاي في السكة ده واد ولا بنت؟ كتكوت. ماشي. وأول سؤال معانا في المسابقة النهاردة هيكون لقعيد ومرته، والسؤال بيقول: حرب 6 أكتوبر كانت شهر كام؟ السؤال مرة تانية يا قعيد وركز معايا. حرب 6 أكتوبر، حرب 6 أكتوبر كانت شهر كام؟ 6 اكتوبر. ها؟ لا 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 لا. ركز معايا يا جعيب، فاش الهزار ده. سؤال مرة تانية: حرب 6 اكتوبر كان شهر كام؟ يبا يديني الساعة 2 بالليل. تمام. إجابة غلط. اديله. في واحدة معانا من الجمهور بتقول عارفة الإجابة. إيه؟ الإجابة إيه؟ يا ناير. أسمع سقفة يا جدعان. إجابة غلط. كلنا عارفين ان الإجابة الصحيحة هي ان حرب 6 اكتوبر كانت شهر ديسمبر. تخسر معانا يا قعيد. والسؤال ولا اقول لكم فاصل 2 3 كده وانا اعود. ميك اب ميك اب. المشاهدين في برنامجكم مفضل خمسة غباء. والسؤال الثاني معانا النهاردة هيكون لهريدي وعروسته. والسؤال بيقول: خلاص
السؤال بيقول يا ريت وركز معايا عشان تتجوز. واحد بلدياتنا راح للفكهان اشترى 10 كيلو رمان و5 كيلو تفاح و2 كيلو موز، يبقى اسم الفكهان يا كيوي. عظيم. مين؟ عظيم. إجابة غلط. سؤال لآخر مرة يا هريدي وركز معايا. واحد راح للفكهان اشترى 10 كيلو رمان و5 كيلو تفاح و2 كيلو موز، يبقى اسم الفكهان يا عودين الدردير. مين؟ عودين الدردير. سكفى يا جدعان. إدابة غلط. كلنا عارفين ان الإدابة الصحيحة هي عودين الدردير الفكهاني. فاصل يا جدعان، هبابك دي وانا اقول سيدات المشاهدين الدمهور ده قليل الادب، الدمهور ده قليل الادب. يا جدعان كنت عايز اقول لكم حاجه، عايز اقول لكم حاجه بس، الدمهور السوري كان بيتريق علينا من شويه، ما ينفعش كده واصل. السوري يجي يقول لك كنت تعرف واد سوري كده بلدياتنا، يجي يقول لك ايه كنا في رمضان وصايمين، يجي يقول لك ماما امس سوت لنا تبوله مع عصره الليمونه. ما ومعانا سؤال السرعة، اللي هيداوب عليه هو اللي هيكسب ال 15 جنيه. والسؤال ليك يا قعيدي ويا هريدي، والسؤال بيقول المانجا أحلى ولا النخلة أطول؟ النخلة أحلى. إيه ده بقى غلط؟ المانجا أطول. إيه ده بقى غلط؟ هتخسر معانا طبعا يا دعيدي، وهتخسر معانا يا هريدي، ومش هتتجوز. ايه الكلام الوسخ ده يعني؟ مش هتتجوز، ما بعرفش ازمر ليه؟ زمر عشان تعمل موسيقى. خلاص هزمر.